أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءه رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون آمنت
قسمت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الثاني عشر من المصحف الكريم، وأول آية منه قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. وآخر آية فيه قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يبتدئ الخطاب الإلهي في هذا الربع بحض الرسول الأعظم عليه السلام على القيام بواجب التبليغ الذي كلفه الله به دون توان ولا تردد، وينبهه إلى أن أي تقصير في هذا الواجب يعتبر عملا مضادا للتبليغ، كما يؤكد للرسول عليه السلام أن الله الذي أرسله لتبليغ رسالة قد تعهد بحفظه من الأذى، وأنه مهما استعمل من الوسائل لتحقيق هذه الغاية وضاعف من الجهود في هذا السبيل فلن يناله أي مكروه، وأن أية محاولة قد يحاولها الكافرون ضد رسول الله ستبوء بالفشل. وذلك قوله تعالى: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ومما ينبغي لفت النظر إليه أن هذا الأمر الإلهي صادر إلى رسوله بالتبليغ والحرص عليه هو في الحقيقة أمر إلى جميع ورثة الرسول من بعده، وهم علماء الشريعة وحملة الدين، فهم بحكم هذه الآية مطالبون بتبليغ الدعوة الإسلامية إلى كافة الناس، وملزمون بكشف النقاب عنها على وجهها الحق في كل العصور والأجيال، مهما كلفهم ذلك من بذل التضحيات وركوب الأهوال. ثم يوجه كتاب الله خطابه إلى أهل الكتاب مرة أخرى فيدينهم جميعا بما هم عليه من مخالفة صريحة للتوراة والإنجيل، مبينا أن ما يدعونه من تمسك بهما وما ينسبونه إليهما مما ليس منهما هو منتهى التزوير والتضليل، وموضحا أن أهل الكتاب بسبب ابتداعهم في دينهم وتحريفهم لكتبهم وابتعادهم عن روح الدين ومنبع الإيمان ترضية للأهواء والأغراض أصبحوا وهم ليسوا على شيء، لا من الدين ولا من الإيمان ولا من الكتاب، وأن الوسيلة الوحيدة لإنقاذهم مما هم فيه هي قبول رسالة الإسلام، تلك الرسالة التي على أساسها وعلى هديها قامت نفس التوراة ونفس الإنجيل، والتي جاء القرآن الكريم بتتميمها وختامها لخير الناس أجمعين دون أي تبديل لجوهرها
ولا أدنى تغيير لمحتواها، وذلك قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وعقب كتاب الله على هذه الدعوة بما يفيد أن الكثرة من أهل الكتاب رغما عن هذه الدعوة الملحة ستصر على ضلالها، وسوف لا تستجيب لدعوة الإخاء الديني والإنساني التي ينادي بها الإسلام، بل ما يؤكد أن هذه الدعوة ستزيدها طغيانا على طغيان وكفرا على كفر، اعتزازا منها بالإثم والأنانية، وإمعانا في العناد والاستكبار، وتمسكا بمصالحها وامتيازاتها، وحرصا على إبقاء الجماهير المضللة في شبكتها وتحت تأثيرها. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وانتقلت الآيات الكريمة إلى التنديد بموقف بني إسرائيل من ميثاق الله الذي واثقهم به، والتنديد بموقفهم من رسل الله الذين تعاقبوا عليهم الواحد بعد الآخر، فلم يكن آخرهم أسعد حظا من أولهم. وأشارت نفس الآيات إلى ما تقلبت فيه كثرة بني إسرائيل من عصيان وتوبة ثم عصيان مستمر، الأمر الذي جعلهم محل سخط الله وغضبه، وذلك قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ومن الحديث عن بني إسرائيل وموقفهم من أنبيائهم انتقلت الآيات مرة أخرى إلى الحديث عن موقف المدعين لاتباع المسيح والإيمان به، مبينة كفرهم الصريح بسبب تأليههم لعيسى بن مريم أو تثليتهم بإشراكه مع الله، وذلك على خلاف جميع تعاليمه ووصاياه. فقد نادى عيسى بن مريم وهو لا يزال في المهد فقال كما حكى عنه كتاب الله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ولم يقل إني إله. ونفس المسيح عليه السلام ظل خلال قيامه برسالته يدعو أتباعه إلى عبادة الله الواحد الأحد، ويعرفهم بأن الإله المعبود هو رب العالمين وحده لا شريك له، وبأن الشرك بالله ظلم عظيم لا جزاء له إلا النار، وليس لأهله شفعاء ولا أنصار. وذلك قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله
ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم تولى كتاب الله وصف الحقيقة الصادقة عن المسيح وأمه مريم دون زيادة ولا نقص ولا غلو ولا تحريف ولا تأليه ولا تأليد. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. خويا المؤمن، اختي المؤمنة، هانتوما سيادي، هانتوما لالياتي، شفتو خونا المؤمن وهو كيصلي صلاة المغرب ثلاثة دركعات، جوج الاولين بالفاتحة والصورة بالجهر، ومن بعد التحيات جاب ركعة وحدة غير بالفاتحة وبالسر ثم تحى وسلم، وهذا الشيء ما خداش منه وقت كثير. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تتليت. وذلك قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خالت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل تعبدون من دون الله ما لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
قوله تعالى كان ياكلان الطعام، فيه توضيح لبشرية عيسى وأمه واحتياجهما وتوابع هذه البشرية وضرورات هذا الاحتياج، وذلك كله وارد بتعبير قرآني هو مضرب المثل في التهذيب. فمن كان يتناول الطعام لدفع ألم الجوع سوف يضطر بحكم تناوله للطعام إلى العمل على التخلص من فضلات ذلك الطعام، وإذا فهو محتاج إلى تناول الطعام أولا والتخلص منه ثانيا. ومن كان حاله هو هذا الحال كيف يتصور أن يكون إلها ولو في عالم الخيال؟ كانا ياكلان الطعام. وواصلت الآيات الكريمة حديثها عن كفار بني إسرائيل مبينة تواطؤهم على المناكر وحرصهم على موالاة الكافرين وما أدى إليه هذا السلوك المنحرف من عذاب في الدنيا والآخرة، وذلك قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وإذا كان كتاب الله يستنكر مثل هذا الموقف من بني إسرائيل فإنه يستنكره من المسلمين من باب أولى وأحرى، على أن كتاب الله في هذا الربع قد فتح في وجه المخالفين للإسلام أيا كان دينهم وكيفما كان شعارهم بالرغم عن جميع مخالفاتهم وانحرافاتهم ومؤامراتهم ضد الإسلام، فتح في وجههم جميعا باب التوبة وباب المغفرة وباب الدخول في حظيرة الإسلام على أساس المساواة الكاملة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ووعدهم الله إن دخلوا في هذا الدين الحق وعد الحق والصدق بالأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، وذلك كله رفقا بهم وحرصا على هدايتهم وإقامة في النهاية للحجة عليهم. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.